تذوقوا عينات وجبات الصداقة المجانية. ماذا قال الآن؟ قلت إنها مجانية. ظننته قال مجانية. حسناً، إذن لحسن الحظ أنني خرجت من المنزل اليوم. هكذا الحماس يا عملاء، تقدموا، فليقف كل واحد في الصف. أريد أن أستمتع بفلاسي سلطة تماماً. ما هذا؟ من يهتم يا عزيزتي؟ إنه مجاني. سيكون أكثر من رائع لأنه مجاني. تذوقوا. ماذا؟ لما كنا أعرف أن الطعام فاسد، من الأفضل أن أذهب قبل أن يتحول الألم إلى غضب. إنه يحاول الهرب، لن ندعه يهرب بفعلته. لنذهب و نمسك. أعرف أنك بالداخل. هذا ظن. إن وزع سلطة عينات مجانية لن يلقى هذه المعاملة. إذا وزع سلطة عينات مجانا لن يسمم العملاء ويلوث سمعة مطعمه الطيبة. أنت محقة بالفعل يا كارين. سلطة برجر مجاني، تعالوا، لن تسنح لكم هذه الفرصة مجدداً. سلطة برجر مجاني؟ ما سر هذا التجمع؟ ألم تسمع؟ يوزعون سلطة برجر مجاناً. هكذا. من يريد سلطة برجر؟ ذاهب إلى العمل، إلى العمل، أنا مستعد للعمل. لا يشبع العملاء من تناول سلطة برجر. اهدأوا يا رفاق، قد وصلت، سأعد لكم سلطة برجر في أسرع وقت. أنت تعد سلطة برجر السيء الذي كاد يصيبني بالعمى. أنا هنا يا فتى. ما الذي يجري في الخارج؟ لقد انقلبت البلدة كلها ضدي ولا أعرف السبب في ذلك. لأن سلطع برجر سيء المذاق. سلطع برجر سيء؟ كيف يعقل هذا الكلام؟ لا أعرف، لكن يجب أن نفعل شيئاً يصلح الأمر. سبونج بوب، أنت محق، علينا أن نفعل ما في وسعنا لكي نستعيد العملاء. سنضاعف الأسعار. إذا أردنا جذب العملاء، ألا يجب أن نخفضها؟ حسناً. سلطة برجر، وصفة سلطة برجر جديدة تماماً، عظيمة، لذيذة، تذوقوه مجاناً. لابد أنه يمزح. أشعر بالجوع ولا يهمني، يجب أن أكل. لا، انتظر. دعيه يذهب، فات الأوان. سلطة برجر جديد. يا فتى، أريد واحداً. ماذا سأخسر؟ لا أصدق ما أتذوقه، هذا أفضل طعام تذوقته من قبل. هكذا يكون الطعام؟ نجحت. لا، انتظروا، ماذا يجري هنا؟ أنتم تكرهون سلطة برجر، نسيتم؟ هذا الطعام لذيذ. نقود. نجحنا يا مستر سلطة، أنقذنا مقرمشات سلطة. كل هذا فقط لإعداد سلطة برجر القديم والادعاء أنه جديد. هل تمانع أن ألعب فوق كومة النقود؟ كومة النقود؟ هل أنضم إلي؟ بالطبع سبونج بوب، هيا. آه.